Ах, ах, ах. لك يلعن أبو حظي شو عاطي، ولك التوبة والتيب. الله إذا بعد بقني كلب، لك شو بدي أصلا بهالموضوع كله أنا؟ روح جيب كلب جعاري من الشارع وفوته على بيتي وحممه وزبطه وحطه أعمل له سيشوار. أنا دورت هالسيشوار وقربته على الكلب، بنط الكلب هيك طلوع، بدل ما يعض طلوع بينزل بعض نزول. مسح روح لي رجوليتي، الله لا يوفق لك ليه. والله سألت قالوا لي بقى لك إلا الدكتور شلفوت بشيلك من هالمشكلة الكبيرة. الدكتور شلفوت أهم دكتور بزراعة الأعضاء. جيت لعنده بس بدي أحكي أنا وياه لنشوف إذا نفسيتي هيك بترتاح معه، لأنه أنا بخاف كتير من العمليات. بدي أشوفه لنشوف، قال لي يحكي لي شوي عنه، شو بده يحط لي، شو بده يشيل لي. أهلاً أهلاً، لو سمحتي لو سمحتي وحياتك معوق بعد الدكتور شلفوت؟ لا حبيبي صار واصل. أيه. ليه عم تسأل؟ ما تكون العروس ناطرتك برا. لا بس كنت بدي أعمل بيبي قبل ما يجي الدكتور. تفضل عمول يا حية. نعم؟ عمول يا حية. لا هذا من زمان كان هون قبل ما يعضنا الكلب راحت، هاي اللي كنا نعمل هون راحت. وين تبعول الستات؟ تبعوا الستات جوا. ايه بس وحياتك قبل ما تفلي هيدا الصور وكل الفحوصات من شان العمليه، فرجيهم للدكتور شلفوت لنشوف شو رايه بالموضوع. اوكي يلا موفقه. قلت لي من هون؟ ايه. العمى عم بخبرنا عنه مش باقي منه شيء. بونجور مدام. مدام بعينك، عم بقلبك، شو طعونك؟ ما طعوني شيء، بس مش حضرتك الممرضة؟ ممرضة بعينك، أنا شفتان حبيبي، أنا المسؤولة عن قسم الأمراض العصبية. أنا. إيه، تشرفنا، يعني حضرتك بتعرفي وين الدكتور شلفوت؟ لا ما بعرف وين الدكتور ابن الشلفوت، ما بعرف. ماشي بس لانه كنت جاي بدي فرجيه هيدا، بتشوفيه انت؟ شو هيدا؟ مقدح، لانه قسم الصيانه المقدح اللي عندهم احترق. يحرق ديك قسم الصيانه، عم بقلبهم شو ايدهم ملحه، كل جمعه بدهم مقدح. خلص يا خيي ضبوا شيء. هيدا مقدح غير المقادح كلهم، هيدا المقدح العجيب. هيدا ما في منه، ما بيحترق، ما بيصير له شيء. ايه حريق خريق، هيدا ضد المايك ضد كل شيء. لحظه لحظه، انت كيف فايت لهون من دون برنس؟ ما قالوا لي مشان البس بالنص. ولك يا خيي ما فيك، هيدا اوضة عمليات ما فيك. هات لهون شرف هد البوس هيدا. بس ما فيك تفوت لهون من دون برنص، ما بيسوى، كل شيء معقم عنا نحن هون ما بيصير. ايه بس ما حدا قال لي يعني. هاد انا عم قلك. وانت شو بتلبسي؟ ما تعتلهم هلا بشلح لي شيء حكيم. هاد اسمع شو عم قلك. هلا بس يجي الدكتور شلفوت تحكي معه على السريع كلمتين، كلمه ورد جواب، كلمه ورد جواب، مش فاضي، هو عنده عمليات. بس اوكي ولك حاجه بس بيه عم بقلبك عليت براس طربوشي انا اليوم، فصع على النار ما راح يقطع على خير. منيح زمطنا ما اكلنا قتله. انا شو المسؤولة عن قسم الامراض العصبيه اللي بيقعد معك دقيقه بصير معه عصبي. شو غرفه عمليات؟ شو عم بيعملوا هون جوا؟ ياي ياي وصل الدكتور شلفوت. مرحبا. اهلا بونجور. يا اهلا بونجور. اهلا اهلا تفضل. بونجور اهلا اهلا فيك. اهلا حضرتك. لك حضرتك مستعجل؟ إيه نعم. وانا مستعجل. إيه لا بعرف انك مستعجل، قالوا لي بس وحياتك انا بدي احكي معك كلمتين بس لتخبرني شوي عنه ولشوف يعني لاطمن بالي اكثر لو سمحت. طمن بالك على الاخر. نعم. حط اجريك بمي مسقعه. نعم. جايب لك واحد. ايوه باب اول. شو؟ لا باب ثاني ولا باب ثالث. شو عم تحكي؟ ما في مثله. لا تعشق عشقان عن جد؟ ولك
لا تتعربط فيه تعربط. طول بعمرك. لك طيب سعره كيف يعني؟ سعره بوجع؟ لا ها. لا. 150 دولار. نعم؟ شو 150 دولار؟ دقيت هلا قبل شوي انا قالوا لي 1150 دولار بكلف. اه بتكون حضرتك سائل عن الكبير. اه ليش في منه كبير وفي منه صغير؟ ايه شرفك. شو عم تحكي؟ في منه قياسات. اوف ايه في هالقد في هالقد في هالقد. ايوه ايه. ما حسب طريقه الاستعمال. انت شو بدك ايه؟ انا بدي كرمال ال شو لك هيك هاد بدي اياه. اذا لا ما لك الا هيدا. طول بعمرك. هيدا هيدا هو. طيب لك طيب والكبير؟ الكبير؟ ايه متقبع فيه زفت. شو عم تحكي؟ لا اذا بقبع فيه زفت كثير منيح، بس اخي انا لشو بدي اقبع فيه زفت؟ شو انا بدي روح شغله بالبلديه يعني؟ فيك تأجرهم ياه للبلدية. شو عم تحكي؟ راسك لبوس. لك طب طمني هلا انت في هذا يعني شو مميزاته؟ في رجراج. شو؟ في فابريشن فابريشن فابريشن. ايه شو لك ايه؟ تك 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 ولا لا؟ طب وبيطلع صوته قوي؟ لا حاطين له كاتم للصوت. احسن احسن احسن. تك 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 على السكان. ايه يعني صوته خفيف؟ ايه بتعرف عشان ما نزعج حدا بهالبنايه بتعرف يعني ما يطلع لي صوته مثل مطار المي بالليل تقوم اهلنا العالم. لا ايه عال وكيف رشته قويه يعني؟ انت بس تكمشوا بايدك. ايه لا شو؟ لا شو بدك تمشوا بايدك؟ اصلا ما فيك تكمشوا بايد واحده بدك تكمشوا باثنين. شو عم تحكي؟ لانه بايد واحده برج رج رج. لا 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 بس طول بالك انا مش انا اللي بدي اكمشوا بايدي انا بدي كمش. لا يا اخي ما هو شغلته تك 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 تك. والله شو لك ايه؟ بعدين ليك مثل ما بقول لك بتعمل شو بدنا نعمل؟ مش بتعطيه لفلان وتعيره لفلاي ثاني جارتك جارتكم. انا مثلا جارتي بالرابع بتعيط لي ريمو بعرف دغري بدها تك 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 بطلع لعندك تك 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 يا عم قلك ليك اربع سواد وبنزل ابدا بطلع لعندها تك 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 ليك معلش طيب هيدي الرجه فينا نشيلها خيي اكيد فيك تشيلها هات لشو ايه ما هو له كبسه نعم ايه كبسه مع رجراج تك 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 كبسه مشلنا الرجراج شو عم تحكي ايه تطور شو هالتطور العظيم هذا يعني في برجراج وفي بلا رجراج ايه شو يعني عليك طب هو وطوله منيح ماشي حاله معه طول بالخمس امتار خمس امتار هولنك لا لا ليه لا هنيك لا هنيك لا هنيك لا ليه يعني ما فيها تهرب بالاوضه وين بدها تروح وين بدها تروح وين بدها تروح بس وبعدين شو بدي اعمل فيه خمس امتار انا بدك تشكه بالكهرباء نعم شو شكه بالكهرباء لا يا خي شو شكه بالكهرباء لقينا ما بدك تك 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 لا يا خي شكه بالكهرباء شو بدي شارجه انا ما هو في اثنين اوبسيون في عندك هو زيته على الكهرباء وعلى البطاريه كمان بس ما بنصحك على البطاريه لا على البطاريه بطيء اه بلشك تك 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 ما بيشتغل على الكهرباء تك 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 على الكهرباء ايه خلينا على الكهرباء دخلك خلينا على الكهرباء اصلا حبيبي من ايام ايام الغنايم كان ماشي على البطاريه هو بدي ارجع ارده على البطاريه انا لا 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 شل البطاريه كلها من قاموسك ايه بدي اياه انا على الكهرباء طب ليك طب اذا انقطع الكهرباء ما في تبع الموتور شو عديتها في عندنا ريف لا 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 ما في لا لا ما في ايه طب يعني بتنبسط مرتي مني منيح ولك على الاكيد بتنبسط منك مرتك شو عم تحكي على القليله انتوا عم تعمل تك 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 ايه ما في غبره ما في غبره جنس الغبره ما في ايه بس عادة طب ما بيطلع غبره بلاك يا بيطلع غبره بس ايه على القوه على القوه هذا بيطلع غبره بس هو في شفاط نعم تك 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 اوه عظيم هذا عظيم ايه لشو يا رب تنجينا شو هالاختراع هذا بيشفط كل شيء بيشفط كل شيء يا ما في شيء بيوقع على الارض
ابدا كله بشفته. بس يا خيي قومي شي نهار هذا يصير في شي شي ماس مثلا يبطل تك 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 يصير بس شفط قومي. دخيلك يقوم هذا يشفط الغبره اللي ركبناها. بعدين خبرني يعني نحن فينا نستفيد من الطول تبعه يعني؟ ايه شو لك هيك؟ كيف؟ هلا حسب الريشه كمان له ريشه؟ لا 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 هلا لا عرفت ليش دائما بيقول له يا خيي هيدا هيدا على راسه ريشه من ورا هاي القصه على راسه ريشه. قد ايه بدك طول؟ هالقد 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 اكبر شيء اكبر شيء. لا لورا دانتك لونيك بعدين بعدين في عندك عده شغلات بقلبه. عندك مبلطح. شو؟ فيك تحط مبلطح. مبلطح ايه؟ فيك تحط مبروم. حلو المبروم منيح. واذا كانت عسلت معك شيء مطرح هيك فيك تحط واحد على راسه المازه. نعم؟ ايه مقلمص. لشو المقلمص خيي؟ هيدي اذا عوست معك شي مطرح بتحط تبع القلمازه على جاري عرفوا واحد بالمقلمص الساعة 12 بالليل قال لي ريمو صرنا عند الجيران. يا بني لا 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 ما بدي عند الجيران. دخيلك انا نحن خي اللي فينا مكفينا. بيني وبينك ما بدي هذا المقلمص يا خيي. لشو شو انا بدي فوت بخزنه؟ بدي اكسر لي شي حاتم بولاد؟ انا بدي فوت لي بشي حيط بطون؟ خلص بلا هذا المقلص بلا. لا ما هن حسب كيف بدهم يستعملوه باسم الصيانه مشان هيك. اي اسم الصيانه؟ يا دكتور يا حبيبي يا شو دكتور؟ انا ماني دكتور. مش انت الدكتور شلفوط؟ لا يا حبيبي انا ماني دكتور شلفوط. انا جاي عند الدكتور شلفوط. ليش انت مش الدكتور شلفوط؟ لا انا ببيع مقادح. مقادح؟ هلا عنا ساعتين. عنا ساعتين انا وياك تك 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 وبفوت وبيطلع من تاني مال وبيطلع بشيل الغبره. طلعت انت تعمل لي هيك وتسحب لي بالغبره. طلعت انت تبع المقادح؟ ايه. يا حبيبي انا جاي اشوف الدكتور شلفوط لانه انشلفط تبعنا انشلفطوه. راح راحي عشان لك كلب كلب شعاري. شايف الكلب شعاري انت؟ لك بعدين ما ينطك نط على اطول شيء شافه فيه. ما اغرق يا بني خبرك. لكن ما استفدنا منك شيء. والدكتور شلفوط شو بيعمل يعني؟ يا خي هيدا الدكتور شلفوط بيزرع اعضاء. ها؟ جاي ليزرع لنا مشان نمشي بك 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 اللي عندنا. ايه هات لننطره لكن. يو ليه بالله؟ انا عم بشتغل بالرابع. نعم. كنت بالمقدح. نعم برم بايد المقدح بدل ما تعتير عليك تعتير عليك ولا يهمك. بنطح يعني. ايوه راح ولا يهمك. هلا انا وياك ننطر الدكتور شلفوط لانه ما في غير الدكتور شلفوط راح يخليني انا وانت نعمل ال